هم سمعت انه الدواعش اكو هيجي كلام يعني انه يريدون اكو جهات ترحب بعوده الدواعش للعراق. لا لا ما اكو شو والله مش حدهم يطبون بعد صدق والله العظيم هذاك الاولي الواحد احنا تعنا له مو يتعنا لنا بعد قوينا مثل اللي كان يقول لك اطلقوا صراحة فوق ال 1450 واحد هلا بيهم اطحنهم بساعة شنو خايفين منهم قال يجي يطلقون 50 الي والله العظيم شنو يعني شنو راد الهي ما طول ابينا حيلة اهل البيت فينا غيرة اهل البيت ما نخاف من كل شيء. ليش جاي تنظف انت هنا؟ انت مقاتل ليش تنظف؟ خدمة للشعب، خلصنا قتال نخدم الناس. أحسن ما ظل قاعدين نجي خدمة للعالم. والله، أما هذا جهاد ثاني هذا. إذا أنت فخور بشغلك. شلون لا؟ ذاك الجهاد الأكبر وهذا الجهاد الأصغر.